وما ورد في ضمن هذا الحديث أن أول يوم ركب فيه نوح السفينة هو في أول يوم من رجب، فصام نوح ومن معه شهر رجب، وظلت السفينة بهم 6 أشهر حتى هبطت على الجودي في عاشوراء، فصامه نوح عليه السلام. وكذلك ما ورد في ضمن السياق في هذا الحديث من أن يوم عاشوراء تاب الله فيه على آدم، وتاب فيه على مدائن يونس، وولد فيه إبراهيم، فهو حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشار إلى ذلك الألباني في السلسلة الضعيفة.